أول شيء مساء الخير. أنا أعتقد أنه من بداية الجائحة، وأنا أعتبر نفسي طبعا من القطاع الخاص، ومن يعني خلينا نقول من التجار الموجودين في القطاع الخاص، يجب أن نعرف أول شيء أن هناك رقابة كبيرة من وزارة التجارة وجهات طبعا أخرى غير وزارة التجارة بما يتعلق مثلا هيئة الغذاء والدواء، كلهم بما يتعلق في مجاله. بنفس الوقت أنا أعتقد أنه يعني هناك حس كبير جدا من كثير من التجار في مسألة المحافظة على الأسعار، وأعتقد أنه خلال الفترة الجائحة لم يكن هناك أصلا نقص لا في السلع ولا في المنتجات اللي كانت متوفرة في تلك الفترة، وبالتالي لم يكن هناك مبرر أصلا لرفع أو ارتفاع الأسعار. وإن حدث بعض الممارسات، أنا أعتقد أنه كان هناك رقابة يعني واضحة ومشددة وكبيرة جدا من وزارة التجارة، لم يكن هناك يعني برأيي الشخصي وجود ظاهرة في ارتفاع الأسعار أو غيره للأسباب اللي ذكرتها. موضوع الضريبة المضافة أو غيرها اللي ستبدأ في 1/7 حسب ما أعلن، أعتقد أنه هناك إعلانات واضحة في مسألة تغير الأسعار في تواريخ محددة ومعينة، وبالتالي لا يستطيع أحد من التجار أو غيره أن يعدل في الأسعار ما لم يلتزم بالتواريخ المحددة. وأعتقد أنه دور وزارة التجارة في الفترة يعني اللي نلاحظها الآن هو دور كبير جدا في مسألة الرقابة، وأعتقد أنها يعني أصبحت دور مؤثر. ولا أنسى مرة أخرى أقول أن هناك أيضا مسؤولية كبيرة يمارسها التجار، وقدموا الشيء الكثير في هذا الجانب، يعني لا ننظر كله في الجانب السلبي بقدر ما هو الإيجابي.